مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتي. اليوم سنتحدث عن التنويم الإيحائي. أصبح التنويم الإيحائي في عصرنا الحالي وسيلة لعلاج العديد من الأمراض العضوية والنفسية. التنويم الإيحائي هو تقنية يعتمد عليها الممارسين لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن بعض العادات السيئة، ولكن ارتبط التنويم الإيحائي في أذهان الكثيرين بحالة السحر والشعوذة. ماذا نعرف عن التنويم الإيحائي وما هي استعمالاته في المجال الطبي والعلاج النفسي؟ هذا الشيء اللي غنتحدثوا عليه اليوم رفقة ضيوفنا. معي الدكتورة بشرى بن عبد الخالق، طبيبة عامة مزاولة للتنويم الإيحائي، وكذلك أنتما عضوة في الجمعية المغربية الطبية للعلاج بالتنويم الإيحائي. مرحبا بك. معي كذلك الدكتور محمد منير ميكو، طبيب اخصائي في الانعاش والتخدير مزاول لتقنيه التنويم الايحائي، جيتينا من مدينه فاس، مرحبا. شكرا جزيلا. اذا بدايه غنعطيو واحد التعريف ولو بسيط لهذه التقنيه ديال التنويم الايحائي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكرك الاخت صفية على الدعوه ديالنا باش نبينوا او نظهروا بعض المفاهيم ونصحوا خصوصا بعض المفاهيم المغلوطه حول واحد التقنية اللي إذا تم استعمالها بالطريقة الصحيحة والمثلى يمكن لها تعطي نتائج وتحسن بزاف من العلاج ديال الناس اللي كيأموا المهنيين الصحة. ألوغ العلاج بالتنويم الإيحائي أو العلاج بالإيحاء هو طريقة علاجية وأداة اشتغال يمكن لها تكون في اليد ديال الطبيب أو ديال الممرض أو ديال البسيكولوج، وكتعاونهم باش ياخذوا المريض اللي كيجي لعندهم وعنده واحد المرض ما او لا واحد طلب ما، فانهم يشوفوه بطريقه هومانيست باللغه الفرنسيه او انسانيه اكثر، واللي كتحيط بمعالم ديال شخصيته وكتجعل انه يكون عنده واحد العلاج نوعا ما شمولي في شقه النفسي والعضوي. إذا باش نصحوا بعض التمثلات الخاطئة على هذا التنويم وارتباطه بالسحر والشعوذة وكذلك التنويم المغناطيسي والتنويم الإيحائي، شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق كبير وشاسع، وخصنا نصحوا بعض المفاهيم اللي هي تيهضروا عليها الناس بزاف في عامة في عبر وسائل الإعلام، عبر وسائل ديال الانترنت وفيسبوك اكسيتيرا. الاول حاجه اللي كيتقال بها لانه هي سحر وشعوذه، ابدا هذا ماشي سحر وشعوذه، انما هذه تقنيه الايحاء او التنويم الايحائي هي تقنيه كاينه من قديم الزمان، ماشي شي حاجه جديده. هذه ظاهره طبيعيه كتكون عند اي انسان ملي كيخلق الانسان، وحنا كنشوفوه فاش كيكون بحال دابا كيتفرج في التلفازه وفي ميدي ان تي في باغ اكزومبل، كيكون كنقولوا عليه مبلوع، يعني كيتفرج هو حال فمو ما كيشوفش اللي داير قبالته. الا دخل السينما مثلا كيكون جالس في السينما كيتفرج في الفيلم، كيمكن يدخل شي واحد يجلس قدامه ولا شي حاجه تقصحوا في رجليه ولا شي صوت يهضر مع شي واحد، ما كيمكنش ينتبه له هذاك الانسان. إذا هذه ظاهرة طبيعية لأنه الإنسان ولا هذاك الشخص كيكون تقريبا ماشي مع عايش مع هذيك التجربة اللي راه كيشوفها لواحد الدرجة، لأنه كيتم شوية الانقطاع على المحيط اللي داير به. ولهذا باش نقولوا على أنه شعوذة أو سحر هذا شيء غير صحيح، بل هذه ظاهرة طبيعية هي الإنسان أو الطبيب أو المعالج تيتم بطريقته هو تيوظفها باش كيمكن يعالج بها المريض او بعض الظواهر اللي يمكن تكون عنده. اذا طيب واضح، وباش نتقربوا اكثر من هالتقنيه نخليكم تشوفوا هذا الروبورتاج اللي اعدته مروه بن حليمه ووسيم حد. مليح باسك انت دابا في واحد الواد ولا في البحر وغادي في لو بور ديال البحر.
حالة من الهدوء والاسترخاء تأخذ سامي لرحلة افتراضية إلى أكثر مكان يشتاق زيارته دون أن يغادر مكانه داخل هذه العيادة الطبية التي يتلقى بها العلاجات الأساسية في أجواء مثلى، وذلك بفضل تقنية حديثة باتت متداولة في المجال الطبي، العلاج بالتنويم الإيحائي. التنويم المغناطيسي الطريقة كتعتمد غير على الكلام و faire amener le patient vers l'inconscient dans un état entre le rêve et la somnolence. كنت في البحر وشفت الحوت كيهبط وكينقز والدكتور العلوسي داوى لي السنة وما بقاش كنحس بوالو. العلاج بالتنويم الإيحائي يعتمد تطبيقه بشكل كبير على تقنية خاصة لا تزال قيد التطوير في مراكز متعددة. سميرة سيدة متعطشة لهذا النوع من النشاط تشارك هنا بالأكاديمية للتنويم الإيحائي بالدار البيضاء إلى جانب مجموعة من الأشخاص في هذه الدورة التكوينية. تعلمنا تقنيات باش أن كتمشي معه أو لا كترافقه بهذاك الشخص باش كيمشي لواحد السفر. سفر اللي كيدخل فيه بعلاقة مع الذات ديالو، هذا الشيء اللي كنفتقدوه دابا بزاف. كتشوفي كتلمسي كيفاش كيتم داك اللقاء. الناس اللي تيجيو تيتكونوا باش يرافقوهم نيت الاشخاص اللي عندهم مثلا الخوف، التخوف، التوتر، لو ستريس او لا جيستيون دي زيموسيون، كيفاش التحكم في المشاعر. الاسترخاء العميق بعينين مغلقتين يشعر الإنسان بالابتعاد تدريجيا عن الواقع ليستيقظ بعد ذلك بارتياح نفسي ونظرة إيجابية للحياة، تجربة مثيرة خضنا غمارها للاقتراب أكثر من عالم التنويم الإيحائي ومعرفة مدى تأثيره عن الذين دخلوا في التجربة من قبل. نكملوا معك الحوار ديالنا دكتورة بشرى. التنويم الإيحائي ولا كيتستعمل في المغرب؟ واش هو ولا اون مود ولا كاين تخصص في هذا المجال؟ فعلا يعني الانسان اللي كي متلقي يمكن له يقول بانه هاد الظاهره يمكن على مود، لان كنسمعوا بزاف عبر القنوات في السمع البصري كان الكلام كثير عن العلاج بالإيحاء، العلاج بالتنويم المغناطيسي، العلاج بالتنويم الإيحائي، ولكن راه باقي المفاهيم، بعض المفاهيم مغلوطه. داكوغ الوغ هو ماشي ان فينومين على مود بحال اللي قال الزميل ديالي قبيله، بانه واحد يعني الحاله ديال الغيشيا او لا ترانس هيبنوتيك اللي كيتم يعني كيتم الاحداث ديالها في داك ملي كيجي لنا هذاك السيد اللي كيطلب المعونه في واحد الحاله ما، هذيك الحاله راها حاله طبيعيه كندخلوا فيها يعني كل يوم عده مرات بدون ما كنكونوا عارفين، يعني لا شعوريا. وهنا غادي نبداو ندخلوا بعض الكلمات اللي خص يعني المشاهد يعرفها كاينه في هذه التقنيه، هي اننا كنحاولوا ما امكن اننا نلاقيو ما هو شعوري باللا شعوري، وكنصالحوا اولا كنعملوا واحد المصالحه ذاتيه لدى الانسان باش يهبط لي غوسورس ديالو او الموارد اللي عنده في ذاك اللا شعور واللا وعي، وتساعده شيئا ما على حل الاشكاليه او الحاله المرضيه اللي هو تيجي قصد الطبيب او الممرض او البسيكولوج على وكيبغي يستعن بداك العلاج بالايحاء. باش يقربنا الدكتور ميكو اكثر، يعني هاد المجالات اللي تتستعمل فيها اليوم لعلاج الامراض العضويه، شنو هي هاد الامراض؟ واش كاع الامراض ممكن تعالج وتستعمل فيها هاد التقنيه؟ العديد من الامراض كيمكن لها الدواء بالتنويم الايحائي، واخا ان هذه الكلمه ديال التنويم وغنرجع ليها بطريقه صغيره، انه التنويم هذه الكلمه ما كتعجبنيش بزاف. علاش؟ لان ملي كيسمعوا الناس او المرضى على انه تنويم معناتها انه بحال غنعسوه. غينعس. وهو الانسان راه ما كينعش. وحتى في هذا تيتقال على انه راه نعس ومن بعد فاق. ديك التنويم الايحائي ما كيفيقش باش ينعس، ولا بليتو ما كينعش باش يفيق. اذا الانسان راه كيبقى بكامل الوعي ديالو، وكيمكن له يوقف التمرين ديالو فوقاش بغى الا حس بشي حاجه ماشي هي هذيك. لانه اللي عندنا مهم حنا في المزاوله ديالنا، بالاخص المزاوله ديال مهنه الطب، على انه
كنتعاملوا مع المريض بشكل عام وكنحترموا واحد الاخلاقيات ديال المهنه اللي كتجعل على انه هذاك المريض ما كنتعداوش معاه واحد الحد لانه يمكن نضروه به. ولهذا تيجي من هنا الاسقاط على الـ على الـ على الـ الامراض الانواع ديال الامراض اللي كيمكنهم يداووا بهذا. غتبداو تسمعوا دابا شويه على انه التنويم المغناطيسي كيداوي كل شيء او التنويم الايحائي. التنويم الايحائي كيدير وكيدير وكيدير وكيدير. بغيتي نحيد لك هذه نحيدها لك، بغيتي نداويك من السكر اجي التنويم الايحائي، بغيتي نداويك من هذه. هذا كترجع بعض الناس يمكن لهم يستغلوا هذه التقنيه هذه بليفي مود اللي هضرتي عليه دابا عاد باش يمكن انهم يدخلوا الفلوس ويستغلوها. اذا الناس الماديين واللي عندهم اهداف ماديه هما اللي كيستغلوا هذه الهيبنوز في اغراض سلبيه. وحنا هنا باش نوضحوا العلاج او التوظيف الصحيح ديال هذه التقنيات. ممتاز. الوغ حنا كاطباء عندنا دائما كان في جميع القرارات ديالنا الطبيه والهذا شنو كنديروا؟ كنعتمدوا على دراسات. شنو معناتها الدراسات؟ انه كيجيو كنقولوا مثلا في امراض ديال اللي كيقول لهم مسرى الغليظ او القولون، هذيك الامراض كيكون القولون كيتنفخ وكيكون الهواء كيخرج بزاف والم في البطن. جبرات دراسات علميه بطرق حديثه وبطرق اللي هي ما كاينش فيها النقاش انه 86% ديال المرضى كيمكن لهم يداووا ويتحسنوا بالعلاج بالهيبنوز او التنويم الايحائي. هذا اذا ملي كيجيني عندي مريض تيقول لي عندي الله يحضر السلامه ورم في القولون ديالي او في المسرى الغليظ ديالي، ما نقولوش مرحبا بك دوز هندير لك الهيبنوز ميديكال ولا التنويم الايحائي كيدوز مجموعه المراحل ديال كيدوز مجموعه المراحل. تنقول على انه اذا كان عنده المرض الفلان الفلاني اللي هو لا كولوباتي فونكسيونيل او المرض الوظيفي ديال القولون، هذاك كيصلح له وعنده واحد البورسونتاج واحد النسبه ديال النجاح ديال 86%. تنقول له مرحبا بك وكنداويه به. مي الا كانت شي طريقه واحده اخرى كيف قلنا يمكن نبداو نسمعوا اشاعات اللي يمكنها تقلب على هذه التقنيه وما يبقاش تخدم بحال اللي كتستعمل بطريقه سلبيه في الزنقه ولا في الهيبنوز اللي تيقولوا تنويم ايحائي دو سبيكتاكل يعني ديال المسرح واللي هو شيء غير محبد. اذا هذا ذكرتي هذا التنويم ديال الفرجاوي، شنو دابا الفرق بين التنويم اللي طبي وهذا الفرجاوي اللي كنتابعوه يعني في قنوات بالطاق هكذا كينعس الواحد، يعني شنو الفرق؟ واش داك الشيء بصح؟ الوغ الفرق شاسع شاسع بزاف. اول حاجه في العلاج بالتنويم الايحائي الطبي عندنا ما يسمى بالاهداف العلاجيه، فاحنا ما تنديروش هذيك لاندكسيون ديال لا ترانس هيبنوتيك اولا نحاولوا نعاونوا المريض باش يوصل لواحد الحاله داكوغ اللي تكلمت لك عليها قبيله، ماشي غير هكذاك يعني كيجيب واحد الهدف علاجي. دونك سو ني با بور لو سبيكتاكل. شحال من مره في العاد يعني في الممارسه اليوميه ديالنا كيجيو ناس يقول لك اودي واش كتعملوا هذه التقنيه حنا بغينا نجربوا، وكنجاوبوهم بدون لا علاقه للطبيب. داك واش عندك مثلا حريق شقيقه واللي درتي عليه مثلا الفحوصات اللازمه باش نحيدوا الشق العضوي ديالو، لان هناك الشق النفسي والشق العضوي. مثلا الحاله ديال الكولون المتعصب اللي تكلم عليها الدكتور ميكو كذلك من الحالات اللي كتكون فيها نجاعه ديال نعاون بالايحاء، وكنقول مزيان نعاون. وهنا غادي بغيت نشير لواحد الحاجه هو انه الطب تكميلي يعني ماشي بديل. داكوغ هذه مهمه كذلك انه يعني كيكمل واحد العلاجات اخرى. ما غنجيوش عند واحد الانسان اللي عنده داء سكري اللي هو مرض مزمن واللي تياخذ مثلا العقاقير او لا الحقن ديال الانسولين ونقولوا له زول داك الشيء. مع الاسف هذا الشيء راه واخا كيبان كاريكاتوري ولكن شفناه، يعني كاين حالات اللي تيوصلوا المضاعفات ديال الامراض المزمنه غير لانه تم الايحاء لهم باشياء اللي هي ماشي بالضروره صحيحه 100%. دونك الايحاء او العلاج بالايحاء هو طريقه كيف ما قلت قبيله ناجعه جدا اذا تم استعمالها بالطريقه الصحيحه. حنا حتى في الاختصاصات الطبيه كنحترموا بعضيات، يعني يجب احترام الاختصاص ديال كل واحد. كيف ما شر قبيله الزميل ديالي قال لك بانه اذا جا انسان عنده ورم ما يمكنش لا ميم شوز. انا طبيبه
أمارس طب العام فغنستعمل هاد الأداة الاشتغال في الممارسة اليومية ديالي. ما غادي نمشي شيء المركب الجراحي ونعمل أنا داك لاندوكسيون إيبنوتيك اللي هي من اختصاص طبيب التخدير والإنعاش. دونك عندنا ميثاق أخلاقيات في الجمعية المغربية الطبية المغربية ديال لي زيبنو براتيسيان اللي سانين عليها ويعني كنحترموا المقتضيات ديالها، ومنهم هو احترام هذه الاختصاصات، وكذلك نعطيو واحد الحوار اللي هو علمي علمي محض. هذه كاينه هذه ما كاينه شيء داكوغ، هذه مهم جدا. دونك كذلك مع العقاقير، يعني ما تنقولوش العقاقير ما نافعش، بالعكس بالعكس عفوا، هذه التقنيه يمكن لها تطلع من الجوده ديال داك لو تريتمون ميديكال او العلاج. فوالا اذا ما كاينش واحد التضارب مع التقنيات الاخرى، بل هناك تكميل، كاينه اون كومبليمونتاريتي، وهذه مهمه ان المشاهدين الكرام يعرفوا بان التقنيه راها لا تتنافى وطرق اخرى، بل يمكن لنا يمكن نقصوا من الجرعه، يمكن لنا ولكن بتوافق مع الطبيب المعالج داكوغ. وانا قلت لك اي حاجه اذا استعملت بالطريقه الصحيحه راه ما يمكن لها الا تعطي نتائج يعني اللي تكون ايجابيه. مهم جدا هذه المساله، ايجابيه بالنسبه للمصلحه ديال المريض. هادشي كله حنا كنعملوه للمصلحه ديال هذاك الانسان اللي كيجي يطلب المساعده. إذن نقطة مهمة هي في التكوين، واش هذا الممارس ديال ليبنوز خصو يكون طبيب؟ واش خصو يكون طبيب نفسي؟ واش خصو يكون شخص كيتلقى تكوين لمدة شهر أو 15 يوم؟ يعني شنو هو التكوين ديال هذا الممارس ديال التنويم الإيحائي؟ بالنسبة لنا حنا اللي يمكن له يمارس ويعالج مريض خصو يكون طبيب ولا بدا. علاش؟ لأن ملي ما كيكونش طبيب كيشوف المريض غير واحد بحال تنقولوا هذا ليديال، مي زعما نشوفوا حنا في الواقع ان كاينين ممارسين ماشي اطباء بالضروره. نعم، انا ملي تنكونوا بحال دابا في يعني في واحد المصحه او في واحد المصلحه ديال الطب في مستشفى، ماشي كل شيء يمكن له دير تنويم ايحائي بنفس الطريقه. التنويم الايحائي او تقنيه التنويم الايحائي فيها اربعه ديال الفقرات، اربعه ديال يعني ديال الدرجات. كاين الدرجه الاولى الثانيه الثالثه والرابعه، صافي. بالنسبه لهاد الدرجات هادو كاين بحال دابا السيده اللي يمكن لها تكون او ديك المضيفه اللي كتكون في الباب، حتى هي تعلم التقنيه، ولكن شنو تعلم فيها؟ لا تعلم فيها غير الدرجه الاولى باش تعرف كيفاش تستقبل المريض، كيفاش تهضر معاه. دونك كل واحد كياخذ من هاد التنويم لي بوزوان ديالو. ولكن باش نوصلوا على انه نديروا التنويم الايحائي اللي كنداويو به مشاكل نفسيه عميقه، او كنمشيو كنداويو به كندخلوا فيه القلب المركب الجراحي، او كنديرو بحال اللي كيدير طبيب الاسنان، او كنديرو بحال اللي كيديروا بعض الاطباء فاش كيبغيو يداويو بعض المشاكل ديال الادمان او التدخين بهذه الطريقه هذه، او علاج يعني الالم. فما يمكنش نقول شي واحد اللي هو كيف فسرنا على انه ما عندوش واحد التكوين طبي، نقول له تكلف بالمريض ودخل معاه في شي حوايج اللي يمكن يكونوا ياثروا على ديك المريض ويكون عندهم بالعكس واحد الاثر سلبي على المريض وعلى التقنيه وعلى استخدامها من طرف الاطباء كذلك. لان هضرتي قبيله على التنويم الايحائي ديال المسرح او ديال الفرجه، فهذاك التنويم الايحائي ديال المسرح وديال الفرجه راه كيعندو اثار سلبي اكثر ما كيكون عنده اثار ايجابي. ما يمكنش نقبلوه حنا كاطباء ولا نقولوا على انه يكون، وما يمكنناش ندخلوا فيه. اذا شنو هي المشاكل اللي كتطرح في اطار يعني تطور استعمال هذه التقنيه في المغرب؟ شنو ابرز المشاكل اللي مطروحه على مستوى التكوين والمستوى؟ الوغ بحال اللي تكلم الزميل ديالي، كاين مفاهيم مغلوطه، كاين سوء فهم او عاد سوء فهم لبعض لاش كتصلح هاد التقنيات هادي وشنا هي لا ليميت ديالها. شو اللي كنقولوا حنا كنطلبوا غير يكون داك الشيء يعني مؤثر فوالا. دونك بحال اللي قلتي، دونك في الممارسات اللي كنشوفوا كاين هناك المعالج طبيب وغير طبيب، كاين ما هو من لو غوسور ديال لو بسيكولوج
هو عنده تكوين اكاديمي باش انه مثلا يفهم كيفاش الدماغ ديالنا كيشتغل شنو هو ليتا دو في شنو هو لي في شنو هو ليتا ديال بلوتو دو في شنو هو ليتا دو سومي يعني شنو هو الحاله اللي كيكون فيها انت سمحتيني بين قوسين يعني ماشي جميع الاطباء عندهم هاد لو ديبلوم ديال ليبنوز وماشي كاع لي بسيكولوغ ولي بسيكياتر عندهم يعني كيلجؤوا لتكميل العلاج لهاد الممارسين اكيد اكيد حنا كاين ان سيرتيفيكا دابا في المغرب داكوغ اللي كيتم على مراحل بحال اللي شرح الدكتور واللي كيحترم كذلك الاختصاصات وكيحترم شنو علاش غنستعمل شنو الهدف اللي غنستعمل فيه هذه الطريقه وكاين كذلك ميثاق اخلاقيات اللي كيربطنا وكيلجم الانسان وكيجعلو ما يفوتش مثلا الاطار ديال لا بريز اون شارج ديال هذاك السيد اولا ديال داك المريض دائما تنقولها هادشي في المصلحه ديال الانسان المتلقي ديال العلاج انه يكون الانسان اللي هو تيقوم بالعلاج ديالو ضبط المعاليم ديال المسؤوليه ديالو باسكو هنا كاينه مسؤوليه كذلك حنا ديما تنتكلموا على السلامه والنجاعه ديال طريقه ما العلاج دونك هي هادي ليفيدنس بيزد ميديسين او ما يسمى بلا ميديسين بازي سور لي بروف هادي اللي كتكون يعني كما تنقولوا حنايا ما خصهاش تضر بصحه المريض يعني خص تكون سلامه صحيه وما تكون وتكون نجاعه داكوغ هذا غير الوغ بالنسبه للايحاء او للعلاج بالايحاء باش نشرحوا شنو هو الايحاء الايحاء هو انني نحاول بواحد التقنيات اللي هي علميه ندخل بعض المفاهيم وبعض الافكار للدماغ والحاله اللاشعور ديال الانسان وهذا الشيء راه ما يمكنش لاي واحد يقوم به الا ما كانش خاضع لواحد الاخلاقيه ديال المهنه ولا ما كانوش اهداف علاجيه داكوغ دونك يكون كذلك حاجه اللي مزيانه في العلاج بالايحاء خصوصا في التطور ديالو الاخير هو انه كيدخل هذا الانسان المريض كيولي شريك في العلاج داكوغ خاصك انت تبغي خاصك انت بهذه التقنيه هي تقريبا لا 90% ديال الناس يمكن لهم يكونوا يعني يمكن لهم يتعالجوا بهذه الطريقه كاين لي ريزيستانس واخا اولا الناس اللي يعني ما تيتجاوبوش في الاول ولا تكون عندهم واحد الرفض لهذه التقنيه ولكن الى ها حنا باقيين فيه حيت خصهم يكون قد يعني خصهم يقتنعوا بشنو الهدف من هذه التقنيه داكوغ دونك هذوك الناس هذوك كيف ما قلت 90% اون جينيرال ماشي حنا اللي تنقولوها هادو الابحاث العلميه كتقول بان هذه الطريقه نافعه وصالحه جدا داكوغ في ديك الحاله شنو تيكون نبغي نوضح انه تتكون واحد الحاله اللي ما هي النوم ما هي الفياق كيف ما تنعرفوا حنايا بل هي حاله ما بين الاثنين اللي تيكون المتلقي فيها في واحد الحاله ديال الاسترخاء تام كتجعلو يركز غير على الكلام او لا على الايحاء اللي تيعطيه داك المعالج اللي كينصب الهدف ديال لقاو حل لذاك المشكل اللي جا به مشكل صحي او مشكل الوغ ملي كيكون مشكل نفسي او لا دي غوسور ديال الطبيب الامراض العقليه والنفسيه يستحسن انه يكون طبيب ديال هذاك البسيكياتر هو اللي تيتكلف كاين كذلك حالات اللي ما يمكنليناش هنا الانزلاقات اللي كنلاحظوا حنايا مثلا في شنو كاين دابا على الساحه هناك امراض ديال الدهان ما يمكنليناش هادو مسائل صاب بحال الفصام ولا الفصام ديال ولا التوحد نعم. هادو امراض ما هادو امراض يستحسن ان يتكلف بهم الطبيب المختص بالامراض النفسيه والعقليه لان عنده درايه اكثر وهو اكثر يعني مسؤوليه هو عنده المسؤوليه ديالو عارف الحدود والمعاليم ديال كيفاش غادي يشتغل مع ذاك المريض مع الاسف نبغي ولا نكرهو كنلاحظوا بان كاين واحد الانزلاقات كتكون على الساحه داكشي باش ما نعملوا غير الحاجه اللي حنايا كنمارسوها وكنتقنوها واللي اخلاقيا ما يمكن لها تعود على المريض الا يعني حنا هنا باش نعاونوا المريض كيف ما قلت قبيله كاين واحد لا ديمونسيون اومانيست لان ديجا ملي تنكونوا كنعملوا هذه التقنيه كنكونوا مقابلين مع المتلقي ويعني كيكون واحد التواصل ربما كيكون حسي جسدي كيكون ادراكات حسيه باسكو الادراك فيه ما هو حسي وما هو معرفي الو حنا كنركزوا على دوك الادراكات الحسيه وكنخلقوا او كنعاونوه هذاك الشخص اللي كيجي يطلب العلاج على انه يلقى واحد الاسترخاء تام باش ينصب الفكر ديالو وهذاك التفكير ديالو على
لا ريزولوسيون ديال المشاكل اللي جاي لها، يعني على انه يلقى حلول. وعاده عندنا ما يكفي باش من الموارد باش نلقاو حلول، ولكن المعالج يل في اون اندكسيون ديال هذيك الطريقه ديال المعالجه. غنتوقفوا الفاصل وغنرجعوا لمواصله هذه الحلقه، ارجو ان تبقوا معنا. كنتحدثوا اليوم على التنويم الإيحائي واستعماله في العلاج الطبي والنفسي كذلك، وغنوصل معك الدكتور محمد منير ميكو، طبيب أخصائي في إنعاش والتخدير، وغنسولك على التخصص ديالك في المجال ديال التخدير. واش غنستغنيو على البنج وفي بلاصتو غنديروا التنويم الإيحائي، أو لا ضروري من البنج عاد التنويم؟ يعني كيفاش كيتستعمل في التخصص ديالك؟ سؤال في محله، وهذا اللي كنجيو منه باش جبدات الهضرة عليه قبيلة، ديال أنه نحاولوا نرجعوا من هذا التنويم الايحائي بحال نقولوا سوبرمان ديال الدويات كاملين. لا، التنويم الايحائي او ما اطلق عليه انا الهبنازه باش نحيدوا الكلمه ديال التنويم، لان ملي كيسمعوا الناس هذا كلمه خاصه بك دكتور ميكو، الهبنازه. علاش؟ لان اللهم تبقى فضفاضه هكا وتعطى لهذه التقنيه والهبنازه جبتها من ليبنوز، يعني عربتها ولا تقال التنويم، لان فاش كنقولوا التنويم راه معناتها انه الانسان كينعس، دونك الانسان ما كينعش. ولهذا الاسقاط على ديال هذه القضيه هذه من ناحيه الانعاش والتخدير، من ناحيه التخدير تقنيه التخدير ما كنحاولوش نعوضوا التخدير بالتنويم الايحائي او بالهبنازه. علاش؟ لان كيمكن لهم يكونوا بجوجهم، وحده كتعاون الاخرى. وهنا واش كنتذكروا على فلانيستيزي توتال، يعني اللي كي الشخص كينعس في التبنيج العام جينيرال او لا في التبنيج الموضعي؟ يعني في اشخاص اللي كيجيو نديروا عمليه كيف ما بغات تكون، عمليه جراحيه، معناتها كيكون عندنا ديك البيستوري هذاك اللي داير بحال الموس بحال السكين، وهنجرحوا بها شي حاجه في قلب ذاتنا. ما كيمكنش نجيو غير بالتنويم الايحائي او بالهبنازه ونقولوا على انه نحيدوا البنج، ما يمكنش. ولهذا جميع الاطباء الانعاش والتخدير في العالم كيجمعوا ما بين الاثنين، على الاقل خصو يكون على الاقل بنج محلي، وكنزيدوا في ناحيه الراحه والطمانينه ديال المريض كنعاونوه بالهبنازه او بالتنويم الايحائي. ربما كيخفف من ذاك الاشخاص اللي كيخافوا من البنج، اللي عندهم فوبي. وهنا انا شخصيا يعني تعرضت لهذه التجربه، يعني ما كانش تنويم ايحائي، وكانت تجربه اللي مازال يعني سما تروماتيزي هذا التنويم. لان التنويم الايحائي ملي كيجي يدخل المريض الى قاعه العمليات، وقبل ما يدخل يمكن يكون عنده دور طريقه ديال كيفاش نلقي الكلمه ونقول على انه انت عندك المرض الفلان الفلاني، تاع عندك ورم، تاع عندك مراره، تاع عندك الحاجه الفلانيه الفلانيه، وخصنا نديروا عمليه. الطريقه ديال الالقاء ديال هذا الديغنوستيك، يعني ديال هذا المرض، وكيفاش كنصاحبوا المريض في العمليه او في العلاج ديالو من الاول حتى الاخر، وكيفاش نعالجوا كذلك الالم اللي يكون اما في وسط العمليه او من بعد العمليه، كله مهم. ولكن ماشي كيعوض البنج، كومبليمونتير، يعني وحده كتعاون الاخرى. هذا شيء مهم جدا. وانتم كذلك دكتوره بشرى كتستعملوه في العديد من الامراض بحكم التخصص ديالك الطب العام، كيفاش يعني هذا التنويم كيساعد اشخاص اللي ما عندهم امراض عضويه تحسنوا في العلاج؟ هنا كنستحضر واحد التجربه اللي كنت مريت بها في الممارسه ديالي كطبيبه في طب المستعجلات. يعني كنا كنتلقاو اناس اللي كيجيو بجروح بالغه واللي خصهم مثلا يتغرزوا. وفي واحد الوقت يعني في واحد 5 الصباح كنظن كان يعني البنج ما قريب شيء، يعني لو ستوك. فبالتالي كان قدامي واحد الحاله ديال واحد الانسان مسن اللي جاب جروح بالغه، وكان في واحد الحاله يعني متاثر بزاف. الوغ سقسيته ديك الساعات شنو كدير، فين كنتي، فين طرا لك هذا الشيء؟ دونك حكى لي بانه تم يعني تعرض لواحد العض من طرف الكلب ديالو، وداك الشيء اللي كان مأثر فيه. وقلت له فين كنتي؟ قال لي كنت في العرصه، كنجمع النعناع، كيجمع السالميه ايتترا، لان كيبيعهم في واحد السوق ديال مارشي. الوغ ديك الساعات مشينا داكوغ، الرائحه ديال النعناع، الرائحه ديال السالميه، دونك اون ايتي في لي سونتور، كنا
في عوض ما كنتكلموا على الحس الجلدي كان اكسبلوري واحد القنوات اخرى على واحد الحواس اخرى اللي يعني هادو من بعد التمارين اللي كنديروا مع المرضى باش كنديو الانتباه ديالهم اولا كنعطيوهم احساس اولا حاله ذهنيه مغايره وهذه هي لا ديفينيسيون اولا التعريف ديال الحاله الجذبه او الغشيه اللي تيكون فيها الانسان وبالتالي استطعت انني نغرزو بلا ما نعملو ديك الساعات على الاقل كانت عندنا واحد الجرعه هي اللي استخدمنا دونك كيف ما قال ما استعملناش كاع الجرعه الكامله ولكن نقصنا في الجرعه وتم كيف ما كان الحل العلاج ديالو وحنا عاطيين قيمه وعاطيين قيمه للحياه الانسان وشنو كيدير داكوغ وكان كاع في واحد الوقت تنقول له شكون اللي قدامك فلان فلاني اتسيتيرا واحد الوقت يعني حسيت بان هذاك السيد اللي تي ريكونيسون حتى ملي سالا قال لي الله يجازك بخير بنيتي داكوغ دونك اللي كنبغي نعاود نشير له هو انه هذه التقنيه كتعطينا قيمه لحياه الانسان او الشخص اللي كيكون مجيف عبر داك الحوار الاولي اللي تيدار قبل ما ندوزو لذاك التمرين او التمارين اللي غادي نعملو مع الشخص واللي من بعد غادي نوحيو له بانه كذلك عمل ايحاء ذاتي ملي يكون بوحده باش يتمن او لا يرسخ دوك الايحاءات اللي تم يعني الزرع ديالها او لا تم اننا صيفطناها له باش تعاونوا باش يحل المشكله ديالو سواء ينقص من الحريق او لا يعالج مشكل الاكتئاب او لا مشاكل اخرى دونك اذا القيمه وهذا الشيء اللي كيستحسنوه المرضى في هذه التقنيه دونك كنعاودوا نقولوا بان هذه اداه اشتغال يمكن لها تكون في اليد ديال الطبيب والممارسين اللي في المجال الطبي وشبه طبي باش تعاونهم انهم يحيطوا بالمرضى ديالهم وتكون عندهم واحد يكون علاج اللي هو شمولي. اذا هذه القصه الانسانيه يعني اثرت فيا واثرت ربما في المشاهدين هنا كتخلينا ان نتحدثوا على العلاقه اللي كتولي بين المريض والطبيب اللي هي علاقه انسانيه ماشي غير علاج ماشي غير اعطيني نعطيك علاج دونك هذه العلاقه الانسانيه شنو دورها في فعاليه العلاج؟ دور كبير جدا ولا لاحظتي وعلى انه كاين حاليا ونرجع لواحد الشق اللي هو الاجتماعي اللي كانت تتمر به المنظومه الصحيه ديالنا دابا انه بزاف المشاكل يمكن لهم هي نحيدوهم ملي كنسمعوا مشاكل في المستعجلات مشاكل في انه المرضى كيجيو ما كيرضاوش على العمل ديال الاطباء ولا العمل ديال الممرضين اللي هم كيشتغلوا في واحد الظروف قاسيه بواحد الامكانيات قليله ولكن ما كيكونش عندنا دائما واحد الطريقه ديال تبليغ المعلومه او العلاج ديال المريض بشموليته كيمكن يجي المريض هز واحد الحمل ثقيل جايبو معاه واللي ما كيشوفوش المريض ما كيشوفوش بالاخص الطبيب او المعالج ملي كياخذ غير ديك المرض على الجاب بوحدو الانسان كيكون ديك المريض كيكون كيسين شي حاجه واحده اخرى انه يتسنطلو انه يسمعوا انه يواكبوا ويصاحبوا ولهذا كيكون واحد النوع من سوء الفهم او سوء موفي كونتاكت يعني ما بين المريض وما بين الطبيب او المعالج كيجعل على انه كتكون واحد المشاكل كتنوض وكتوقع صراعات وكيوقع بعد هذا ملي كناخذوا المريض كامل بنفسيته بعضويته بكل شيء ديالو المريض كيكون مرتاح والمصاحبه ديالو في المرض ديالو كتكون سهله وكيكون امكانيه ديال العلاج بطريقه احسن اللي كتوصل للنتائج مزيان. وحيتي لي دكتوره بشرى بواحد السؤال على التنويم الايحائي الذاتي واش نقدروا حنا نستعملوها لراسنا وحدتنا؟ الوغ بطبيعه الحال الوغ في العلاجات الاوليه داكوغ من غير بعض التخصصات مثلا يعني تخصصات ديال التخدير والانعاش اللي كتكون بونكتويل او لا غير كدار في ذاك الوقت بالنسبه لاغلب الحالات اللي تيجيو من اجلها المرضى بحال حالات اكتئاب رياكسيونيل بحال حالات تبول لا ارادي عند بعض الاطفال او حتى الكبار بعض الحالات ديال الحزن الشديد على الحداد كنبداو حنا الاشتغال مثلا مع الانسان ومن بعد من الاول كنتفقوا على انه غيدير تمارين اللي هي عباره عن ايحاء ذاتي كل نهار ملي غادي يمشي للدار ديالو قبل ما يرجع بعد يعني على حسب جوج الاسابيع ولا اكثر دونك هذا
اول شرط كنبداو به، لان ملي كيجي كيقول لنا شحال غادي خصني من سيونس، اي سوفون سي اون كيستيون اللي كتطرح علينا، هذا سؤال كيجي كيطرحو الانسان اللي جاي اول مره، يعني كنقولوا له ماديا كذلك شحال حصه. دونك كنقولوا له على حسب انت كيفاش، على حسب كيفاش كنقولوا له حنا نتايا هادشي كيهمك نتايا كيفاش، واش غتشتغل معنا ولا لا، باسكو حتى انت خصك تعمل واحد التمارين اللي هي غادي نعطيوك، يعني غادي نوريوك كيفاش، ومن بعد غادي تمشي حتى انت كذلك غادي تلتزم انك ديرها داكوغ. دونك هذه مهمه. كاين كذلك واحد الحاجه نبغي نشير لها، سي كو فهاد التقنيه كتكون هذه التقنيه كتعود بالمنفعه، اسمح لي، تعود بالمنفعه على اللي كيعطي العلاج وكذلك المتلقي للعلاج، باسكو كتعلمنا اننا نتكلموا بالكلمات الايجابيه ونحيلوا الكلمات السلبيه، كتعلمنا اننا نستعملوا ما يسمى بلا نيغاسيون بوزيتيف، او لما يعني اي كلام اللي عنده اون كونوتاسيون سلبيه واللي يقدر ياثر على الاستشعار ديال داك الكلمه من طرف لا شعور كنحاولوا حنا نحيدوه، وهذا في حد ذاته مكتب كبير، كيتعلموا ديجا داك الانسان، وكذلك الطبيب كتعاونوا بانه كيف ما قال الزميل ديالي كاين ارهاق، كاين واحد لا شارج على هذا المهني الصحه. دونك هذه التقنيه راها في يعني يمكن لا تعاونوا بزاف باش تكون نجاعه في شنو كيديروا داكوغ، وكذلك انهم ما يدوزوش الاحتراق الداخلي. بهذا نكون وصلنا للختام هذه الحلقة. كنشكرك الدكتورة بشرى بن عبد الخالق، طبيبة عامة مزاولة للتنويم الإيحائي. شكر لك كذلك الدكتور محمد منير ميكو، طبيب أخصائي في الإنعاش والتخدير ومزاول لتقنية التنويم الإيحائي. مشاهدينا ابقوا معنا، نلتقي بالجزء الثاني من البرنامج. الفقرة الثانية غنستضيف السيدة سميرة الساقي، ممارسة للتنويم بالإيحاء، مرحبا بك معنا. إذا بغينا نعرفوا بداية كيفاش كدوز الحصة ديال التنويم بالإيحاء. ألوغ بالنسبة للحصة ديال التنويم بالإيحاء، يعني كيجي بعد أولا الشخص كيقبض رونديفو، وطبعا خلال رونديفو كتعرفي شنو هي يعني الهدف ديالو، علاش جاي. ملي كيجي اليوم ديال الموعد، دائما قبل ما كنبداو الحصه، يعني قبل ما نبداو التنويم اللي كيتسمى التنويم، اللي سبقوا الساده الاساتذه يعني عطاو التعريف ديالو كيفاش كيدار الحصه ديال التنويم، كنبحثوا على الهدف ديال الحصه. يعني الشخص ملي كيجي ما غاديش يقبط بحال اللي بعض الناس عندهم فكره بان غادي يجي عند الممارس ديال التنويم بالايحاء وغادي يجي وغادي يجلس، وكاين اللي عنده فكره ديال ان كاين ذاك الكرسي يعني وحنا درنا قبل من الحلقه درنا واحد التطبيق، يعني كنت جالسه على الكرسي ودرنا يعني ان هذيك الجلسه على الكرسي يعني كدار يعني لسبب اللي هو ان الشخص اللي كيجي جاي باش يخدم داكوغ، ماشي جاي باش هو غادي يجلس والممارس غادي يخدم في بلاصتو، بل هو جاي باش يخدم. اذا باش يخدم يعني فوالا خصو يكون يعني جالس فايق وما كينعش، يعني تيكون فايق وكونسيون بداك الشيء اللي كيطرا. كونسيون هذه ديال كونسيون كيكون شويه يعني كيكون في حاله ديال التنويم، كما كنقولوا حنا من بحال كتبغي يلاه تدخل في النعاس. يعني الله كيبان ماشي ذاك، ليس فقدان للوعي وليس الغرق في النوم. اذا بغينا نعرفوا كذلك كيفاش هذا التنويم هذا كيساعد الاشخاص باش يتواصلوا مع الدوات ديالهم الداخليه. اذا هنا يعني هنا غنفسروا واحد المساله، هو ان في هذا التنويم بالايحاء بطريقه ديال اريكسون اللي كتسمى ايبنوز اريكسونيان، كنعتمدوا على ما يسمى بلابروش ناتوراليست، يعني هي مقاربه طبيعيه، بحيث ان اغلب الناس كيعيشوا هذا التنويم، يعني كتعيش هذه اللحظه ديال انك بحال كتسهى بحال هذا، وهي ملي كتكون كتسهى بحال مثلا دابا خدينا مثال، غتكون كتقرا واحد القصه، كتقرا واحد القصه ومشيتي مع القصه، يعني انك يعني حنا في حياتنا العاديه كنتعرضوا بزاف لحالات ديال التنويم في حياتنا، اي واحد يكون تعرض لها. ملي كتعرض لك الحالات ديال التنويم بحال كتكون شويه دخلتي في علاقه مع العقل الباطني ديالك، علما على ان العقل الباطني كيف ما سبق وعطى التعريف ديالو هو خزان لقدراتنا، خزان لذكرياتنا، خزان لكل ما نحتاج اليه لتحسين حياتنا الان.
وكذلك التنويم بالإيحاء هو هنايا باش يساعدنا على التغيير الإيجابي واللي كيتدخل بزاف. حنا درنا حلقة على البي ان ال او البرمجة العصبية، يعني كيتشابهوا في هذه النقطة ديال إحداث التغيير عند الأشخاص. داكور، الوغ إحداث التغيير هنا غنعطيو كذلك التعريف، هو أن كنقولوا التنويم هو سيت ديزابرونتيساج بوغ أن أبرونتيساج، يعني كنحيدوا شي حوايج تعلمناهم باش نعوضوهم بشي حوايج اللي غنزيدو نتغنحو نحيدو الحوايج السلبيين باش نتعلموا حوايج ايجابيه. باش نتعلموا حوايج ايجابيه في هذه الحاله هذه، يعني كاين تقنيات، التقنيات يعني كنمشيو مع الشخص مع القدرات ديالو. بحال مثلا غادي يجي الشخص غيقول لك انا ديما مقلق مثلا، يعني عنده افكار سلبيه، عنده معتقدات داخل الراس ديالو بانه هو دائما مقلق او معصب او مثلا. اذا هذاك الشخص اللي دائما مقلق شكون اللي قالها ليه؟ هو اللي قالها راسو. اذا كان هو اللي قالها راسو، يعني ان ملي غادي يجي وغادي يتنوم بالايحاء ويدخل في علاقه مع العقل الباطني ديالو، فهذيك العلاقه مع العقل الباطني ديالو تما فين كتكون الخدمه. تما مثلا الشخص كنطلبوا منه انه يحضر واحد الموقف اللي كان فيه مثلا هو ما بغاش يكون قلق، بغى يكون مثلا كالم، يعني بغى يكون هادئ. اذا غادي يحضر واحد الموقف اللي هو كان فيه هادئ، وكناخذوا في ديك الحصه اللي كيكون هو في ديك الحاله ديال كما كنقولوا يعني فايق ما فايق ناعس ما ناعس. فهذيك الحاله يعني كياخذ داك الموقف اللي كان فيه هو في حاله ايجابيه اللي هو داك الشيء اللي باغي يوصل ليه، وكياخذ هذيك القدرات وكيفاش هو داير وكيعوضها بداك يعني داك السلبيه اللي هو كيحس بها. طيب واش هذا التنويم بالايحاء، وحنا هضرنا قبيله على العلاج ديال بعض الامراض النفسيه والعضويه، كيفاش كيساعد في هذه المشاكل النفسيه اللي كيتعرض لها الشخص؟ يقدر يساعد هاد الناس اللي كيعانيوا من امراض نفسيه. الوغ بالنسبه للعلاج، الوغ حنا بالنسبه للممارس في التنويم بالايحاء نقول اننا نحن لا نعالج، نحن نساعد الاشخاص لكي يصلوا الى قدراتهم على العلاج. بالنسبه لكل ما هو علاج نفسي، كاين هناك بعض الامراض اللي احنا ما يمكنش تعالج بليبنوز، كاين مثلا امراض الرهاب والعصاب بحال الفصام، ولا الفصام بحال بارانو يعني شي واحد لي بارانوياك، بحال البيبولاريتي بيبولير كاين امراض اخرى بحال التوحد مثلا، هذه امراض ديال مثلا يعني كاين امراض اللي ما كتعالجش بليبنوز، هذه خاصها بسيكياتر طبيب نفسي. شنو اللي كيوقع هو ان في بعض الحالات ان سيكياتر او البسيكولوج هو كيصيفط لينا بعض الاشخاص. علاش؟ لان كيكون هذاك الشخص كيتعالج عند الطبيب، كيتعالج عند اخصائي نفسي، ولكن كتكون عنده واحد النوع ديال المقاومه ضد العلاج. فهذيك الحاله هذاك الشخص بامكانه انه يبقى يدير حصص ديال التنويم بالايحاء مع حصص ديال الاخصائي النفسي، او مع اخذ الدواء اللي عطاه البسيكياتر. وامثله ديال بعض المشاكل النفسيه مثلا ليفوبي او هذا الرهاب اللي كيكون عند بعض الناس يقدر يتعالج بحصص الايبنوز. وي يعني عندنا الاشخاص اللي كيجيو كيكون اطفال كذلك بواسطه التنويم بالايحاء، يعني كيقدروا يتوصلوا للسبب ديال هذاك الفوبيا اللي عندهم. ومن كيتوصل هذاك السبب ديال الفوبيا اللي عندهم، يعني بحال بغيت تقول كان خلال المصاحبه يتم التعرف على السبب، وعندما نتعرف على السبب يعني كيمكن في هذاك الوقيته كتحضر القدرات او لا ما يحتاج اليه الشخص باش يتغلب على ديك الفوبيا في هذاك الوقيته اللي وقع له وقعت له الواقعه المشكله. وكذلك يعني جبتي ذكر الاطفال، واش الاطفال ممكن اننا نستغلوا هذا التنويم الايحائي ونستعملوها لعلاج بعض المشاكل اللي كتطرح لنا في التربيه ديالهم؟ بالنسبه للاطفال، يعني الاطفال هما يعني بالنسبه للاطفال يعني الحصص ديال التنويم بالايحاء كتكون ناجحه معاهم كنقدر نقول 100%. شنو هي بعض الحالات وبعض المشاكل اللي ممكن الوالدين يلجؤوا فيها الليبنوز اللي عند اطفالهم؟ مثلا كاين اطفال اللي كيجيو عندنا مثلا على حسب التركيز، ما كيكونش عنده التركيز او التركيز في الدراسه داخل الدراسه او التركيز في اي حاجه، بحيث ان الام ديالو كتقول لك مثلا قلت له دير هذه الحاجه وما دارهاش، يعني التركيز بصفه عامه، يعني الطفل غير مركز نهائيا. وكاين كذلك اطفال اللي كيجيو مثلا لا يحب المدرسه،
كيقول لك انا صافي بغيت نقاطع عند غاس نبقى شغل نمشي ليها. كاين الاطفال اللي عندهم الفوبيا، كثير من الاطفال كيجيو على الفوبيا، والحصص ديال لي بلون ديال الاطفال في غالب الاحيان كيكون داخلها واحد شويه ديال اللعب مع الاطفال. وكما قلت لك قبيله يعني ان التنويم بالايحاء كيعتمد بواحد الدرجه كبيره على التخيل، وعلما على ان الاطفال يعني عندهم واحد القدره كبيره على التخيل، اذا نقدروا نستغلوا هذه القدرات عند الاطفال باش في حاجات ايجابيه مثلا كتستغل يعني كنستغلوا هذاك القدره على التخيل لعلاج واحد العدد كبير ديال المشاكل اللي كيجيو بها. وكذلك التنويم بالايحاء كيساعدنا اننا نكتشفوا في داخل ذواتنا مواطن ديال الابداع وديال نبدعوا ونكونوا اشخاص ايجابيين. كما قلت قبيله يعني هذه الطريقه ديال التنويم بالايحاء اللي هي الطريقه ديال إيريكسون هي طريقه كنسميوها هيومانيست، يعني ابروش هيومانيست، يعني هي مقاربه إنسانية. انسانيه يعني بالنسبه للممارس ملي كيجي قدامنا واحد الشخص كما كيقول إيريكسون كيقول لك الشخص هو لا يحتاج لك انت تعطيه شي حاجه. الشخص اللي كيجي عندك باش دير مع حصه ديال التنويم بالايحاء هو محتاج لك باش تثق فيه والثق بان عنده قدرات ممكن استعمالها باش يعني يتوصل الى ما كل ما هو ايجابي. وكذلك بالنسبه للتخلص من الاحاسيس السلبيه وبناء احاسيس ايجابيه بمساعده التنويم الايحائي. كذلك هناك تقنيات، غير هي اللي بغي ناكد عليه مزيان هو عندما اقول تقنيات الممارس ما عندوش تقنيات جاهزة لكل حالة، بحيث أنك يقدر يجي شخص غيقول لك أنا عندي أحاسيس سلبية وأريد تعويضها بأحاسيس إيجابية. هذاك الشخص كدير معاه اللي قلت قبيله يعني أن الحصة ديال تحديد الهدف مني كيحدد الهدف حتى كيحدد الهدف عاد كتوصل معاه التقنيه اللي ممكن انها نطبقوها في الحاله ديالنا. والمبادئ الاساسيه من غير اننا نحددوا الهدف قبل ما ندخلوا الحصه ديال التنويم، شنو هي ابرز المبادئ اللي نقدروا نتابعوها خلال حصص التنويم الايحائي؟ ابرز المبادئ اول حاجه هو احترام الشخص اللي كيكون قدامنا، هذه الاولى. الثانيه ملي كيجي عندنا واحد الشخص كيخصك كتكوني قدامه بحال اون باج بلانش، يعني انا ما عارفه والو، انت اللي عارف كل شيء. ما غاديش يجي الشخص مثلا غادي يقول لي انا جيت عندك على قبل الحصه ديال القلق، غنوض انا نقول له ايه القلق كدير هذه كدير هذه. لا، حنا ملي كنكونوا كنديروا حصه ديال التنويم بالايحاء هناك احترام للشخص اللي قدامنا بحيث هو اللي عارف، يعني حنا اوني اون باج بلانش قدامه. ثم كاين ما يسمى بلا سينكرونيزاسيون، يعني الشخص اللي قدامنا كيخصنا فريمون نكونوا غاديين معاه، يعني في نتبع له الحركات ديالو، نتبع له قنوات التواصل ديالو، يعني الشخص واش هو ما واش فيزيوال واش اوديتيف واش يعني سمعي ولا حسي ولا بصري ولا حسي، يعني هذا كاملين كيخصنا كنحتارمهم. واهم حاجه هو اننا نحن لا نتعامل مع الحدث وانما نتعامل مع كيفيه تمثل الشخص للحدث. هذه اهم حاجه اللي كيخص. اذا مشكله معينه كتختلف العلاج ديالها مثلا كعاده التدخين مثلا تختلف من شخص لاخر على حسب التمثل ديال ذاك الشخص لهذه العاده السيئه. يعني ان هذا هو اللي مهم بزاف، اما يعني باش نتعاملوا مع الحدث هذه ليست من مبادئ، يعني ما كايناش وصفه سحريه غنتبعها للاقلاع عن التدخين مثلا، بل تتعتمد على الشخص والوبجيكتيف ديالو والهدف اللي عنده. مني غادي يجي الشخص وغادي يجلس قدامنا وندخلوا معاه في الحصه ديال تحديد الهدف خلال لا ديتيرميناسيون دوبجيكتيف، كنقدروا نعرفوا اش من مستوى خصنا نخدموا معاه، واش المستوى ديال المحيط لونفيرونمون، اولا المستوى ديال السلوك ديالو، اولا المستوى ديال لي كرويونس المعتقدات، اولا المستوى ديال الهويه ديالو. شكرا لك استاذه سميره الساقي ممارسه للتنويم الايحائي، جيتينا من مدينه قنيطره، كنشكرك بزاف. مشاهدينا في ختام هذه الحلقه بغينا نقربكم اكثر من التنويم الايحائي والتقنيات ديالو اللي الهدف ديالها اننا تجعلنا في حاله نفسيه تساعدنا على التقرب من ذاتنا والتواصل معها. لمتابعه هذه الحلقه يمكن زياره موقعنا الالكتروني ميديا تيفي.com. شكرا للمتابعه، الى اللقاء.